المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحة قال أن المجلس قد استأنف جلسته الرسمية برئاسة معالي رئيس المجلس المستشار عقيل الصالحة وبحضور النائب الأول للرئيس بالإضافة إلى حضور أكثر من 90 عضو من أعضاء المجلس. هذا وأضاف بليحة في تصريح نشر على الموقع الرسمي للمجلس أن الجلسة قد خلصت إلى توافق النواب الحاضرين على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد على أن يتم تحصين المادة السادسة من مشروع القانون، وذلك عبر إجراء تعديل دستوري في جلسة ما بعد عيد الأضحى المبارك. من جانبه صرح عضو مجلس النواب زيادة غيم أنه سيتم التصويت على القانون وكذلك تعديل دستوري عاجل وهو حزمة واحدة بأغلبية موصوفة في الجلسة القادمة بعد العيد. اليوم استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية التي علقت يوم الأمس باستأنفت برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح وبحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي نواري وبحضور أكثر من 90 نائبا. اليوم خلصت جلسة اليوم لتوافق النواب الحاضرين على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد على أن يتم تحصين المادة السادسة من مشروع قانون الاستفتاء وذلك عبر إجراء تعديل دستوري في جلسة ما بعد عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى.